أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إغلاق مطارات البلاد ومنع طائرات الخطوط الجوية اليمنية من المبيت في مطار عدن الدولي. منذ بدء عاصفة الحزم والخطوط الجوية اليمنية تعاني واقعا صعبا بسبب سياسات التحالف العربي الذي يفرض حظرا على رحلات الطيران من وإلى مطارات البلاد، وضع تسبب في خسائر كبيرة للشركة وتعطيل لحركة المواطنين الذين باتوا محاصرين في الداخل والخارج. من جانب آخر، كشفت وثيقة رسمية منع التحالف العربي لطائرات الخطوط الجوية اليمنية من المبيت في مطار عدن الدولي، وهو الأمر الذي يكلف الطيران الوطني نحو 20,000 دولار يوميا بحسب الوثيقة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وأثار استمرار حظر الطيران المفروض على المواطنين في البلاد، ودور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في وضع حلول للمشكلة. نتابع التقرير ثم نواصل اللقاء مع ضيوفنا الكرام. قد لا يبدو الأمر طبيعيا أن تغلق مطارات البلاد جميعها بسبب الحرب، لكن الأغرب من هذا كله أن تمنع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية من المبيت في مطارات بلادها. حكاية جديدة كشفت عن واقع الحال الذي ترزح تحته البلاد عامة والخطوط الجوية اليمنية خاصة بسبب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى. هنا وثيقة منسوبة لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية يطالب فيها التحالف بضرورة السماح لطائرات اليمنية بالمبيت في مطارات عدن لما يسببه المبيت في مطارات أخرى من خسائر تقدر بنحو 20,000 دولار يوميا. منذ بدء عاصفة الحزم والخطوط الجوية اليمنية تعاني واقعا صعبا نتيجة سياسات التحالف الذي يعلق العمل في مطارات البلاد لأشهر عديدة حتى تلك التي تخضع لسلطات الشرعية، وضع تسبب في تدمير شبه كلي لقطاع الطيران المدني الذي مني بخسائر كبيرة نتيجة انخفاض أعداد المسافرين بنسبة تقدر بنحو 90% وفق بيانات رسمية. التحالف الذي فرض حظرا كاملا على مطارات البلاد عجز عن إيجاد بدائل للحيلولة دون تعطيل مصالح المواطنين الراغبين في التنقل داخل وخارج البلاد، وهو وضع فاقم من الوضع الإنساني في البلاد القابعة تحت الحصار. وأمام هذا كله تقف الحكومة الشرعية هي الأخرى عاجزة عن وضع حلول لما يعانيه الطيران الوطني في وقت يتساءل كثيرون عن مدى أهمية الاستمرار في إغلاق مطارات البلاد أمام المسافرين العالقين في الداخل والخارج. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة نائب وزير النقل ناصر شريف. أهلا بك سيد ناصر. إذن 20,000 دولار يوميا تدفع الخطوط الجوية اليمنية لإبقاء الطائرات خارج وبياتها خارج البلاد، ما هو موقف الحكومة، ما هو موقف وزارة النفط النقل الرسمي بخصوص ذلك؟ مرحبا بك أخي العزيز. نحن الحقيقة قطاع الطيران المدني شهد مشاكل كثيرة نتيجة محدودية الطيران إلى مطاراتنا المحلية، ولا يعمل في اليمن حقيقة إلا تقريبا مطارين، مطار عدن الدولي ومطار سيئون، ونوعا ما مطار سقطرى برحلات محدودة. وبالتالي مبيت طائرات الناقل الجوي الوطني هو ضرورة يخفف عن كثير من المصروفات على شركة الخطوط الجوية اليمنية، وايضا من المهم رفع كثير من القيود على مطاراتنا ومواننا. فاحنا تفاجئنا طبعا بالموقف اليوم، وشفنا رساله رئيس مجلس اداره الخطوط الجويه اليمنيه ونحن معها انه يجب فتح الاجواء امام رحلات الخطوط الجويه اليمنيه وايضا للطيران الاقليمي. لم يعد هناك مبرر لمنع حجب الرحلات عن مطاراتنا المحلية، لأن المواطن اليمني صراحة يعاني معاناة كبيرة، ونحن بهذا الصدد في الحكومة نواجه متاعب كثيرة ووجه لنا اللوم، ووجه كذلك للأخوة في التحالف في المعاناة تزداد بشكل كبير.
وايضا الشركه تتحمل خسائر كبيره وتنعكس كلها على المواطن اليمني. طيب انت نعم سيد ناصر، انت تقول انكم تفاجأتم بهذا يعني بهذه الوثيقه، ألا تعلم وزارة النقل أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تدفع هذا المبلغ بأكمله، وأن المطارات ليست متاحة للشركة لتبييض طائراتها؟ لا لا، في هو في البداية كانت الطائرات تبيت في القاهرة نتيجة بعض التجهيزات في مطار عدن وسيئون بعض بعد الحرب، لكن عادت مجددا لعدن تبيت الطائرات. وشاهدنا اليوم ذكرت رئيس مجلس الإدارة أنه طلب يعني منها المبيت في القاهرة، وهي ليست المشكلة الأولى هي مسألة مبيت الطائرات، المشكلة هي أهم من ذلك، ولا بالتشغيل كل المطارات، تشغيل مطار الريان، تشغيل مطار الغيضة، تشغيل مطار سقطرى، تشغيل مطار عدن وشيئون بكل قيود، رفع القيود على الموانئ اليمنية تعمل بشكل طبيعي في المناطق المحررة، لأنه قضيتنا هي قضية مع الانقلاب نحن والأخوة في التحالف. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد ناصر. رحب بمن ينضم إلينا من صنعاء، هاني القرشي مسؤول الشحن في الخطوط الجوية اليمنية. أهلا بك سيد هاني. إذا كما يبدو أن هناك إعاقة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من تبييض طائراتها في صنعاء، ما هي المشاكل في عدن، أقصد في مطار عدن، ما هي المشاكل الأخرى التي تواجه الشركة في هذا السياق؟ ويبدو أن الرأي العام لا يستمع وإنما يدفع عندما يتعلق الأمر بتذاكر من وإلى اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر البداية قناة منطيس على استطراقها للمشاكل التي تتعرض لها الدنيا اليمنية في هذا الظرف التحديد، وحتى نكون في صورة بشكل واضح، الدنيا اليمنية تقدم خدمة لنظام قدام اي طيران اخر، ويقوم بنقل المواطنين من القاهره ومن عمان ومن دبي ومن الخرطوم ومن الرياض ومن جده. تعمل الخطوط الجويه اليمنيه جاهزه بكوادرها المحليه على تقديم هذه الخدمه ونقل المسافرين والمرضى ورجال الاعمال والطلاب. من اهم النقاط التي اريد ان اشير لها حتى يفهم المشاهد الكريم ويفهم المواطن بشكل عام، ان الخطوط الجويه اليمنيه الان تشغل رحلاتها في ظل ارتفاع الدولار وطبق سوقين الريال اليمني، وحتى ايضا نكون في الصوره بشكل واضح، الخطوط الجويه اليمنيه لا تجني المبلغ الكامل للتذكره، فمثلا الخطوط الجويه اليمنيه تشغل رحلات من عدن الى القاهره، تعمل تذكره 246 ألف ريال يمني. الخطوط الجوية اليمنية لا تأخذ هذا المبلغ بالكامل، تقريبا تأخذ من 150 ألف إلى 160 ألف المبلغ للذهاب إلى سوريا، إلى المطار المدينة الرصاد، بتكون في المطارات، ترويج السياحي، بتكون مجالس محلية. فالآن حاليا تقريبا سعر التذكرة من عدن إلى القاهرة تصل إلى تقريبا 200 إلى في ظل حاليا ارتفاع المشتقات النفطيه، الان اليمنيه تحاول تقدير خدمتها بدون ان ترفع تذاكرها في ظل وجود ارتفاع عالي للدولار. كذلك تحاول الخطوط الجويه اليمنيه بتحديد الثقه. الان هناك في كوادر متخصص فني موجود في القاهره يقاوم شركه ايرباص على شراء طائره 320 لتلتحق بالاسطول. طيب نعود إلى نائب وزير النقل سيد ناصر شريف. سمعت ما تفضل به الأستاذ هاني، هناك يعني هذه التكلفة التي يعني في الأخير تدفعها الشركة هي تنعكس على المواطن الذي يدفع التذاكر، ومسألة النقل من وإلى اليمن باتت أكثر غلاء وأكثر تكلفة، وهذا الأمر يعني يحسب على الشرعية باعتبارها الحكومة في نهاية المطاف. ما هي الخطوات التي قمتم بها أمام التحالف، أمام الجهات المختصة في سبيل تذليل هذه الصعوبات سيد ناصر؟ الحقيقة هو المشكلة الاقتصادية عامة ولا تحسب على الشرعية نتيجة الحرب ونتيجة الانقلاب، وحكومة الشرعية تبذل من أول يوم لاستلام مهامها كثير من المعالجات
وبدأت أيضا الآن في بعض الإجراءات. نحن طالبنا الأخوة في التحالف أيضا بالتعاون بما فيها أيضا فتح الأجواء للطيران يعني، وأيضا مطالبين أيضا لأنه الأخوة في المملكة العربية السعودية هم أيضا شركائنا في الخطوط الجوية اليمنية برفض بعدد بالأسطول بعدد من الطائرات. وأيضا الآن الأخوة مشكورين في الخطوط الجوية اليمنية سوف يشتروا طائرة قريب يعني قريبا. والوضع الاقتصادي هو وضع عام في البلد نتيجة الحرب الموجودة، هو وضع يعني ينعكس على الكل، لا نستطيع أنه نحملها الحكومة مفردها، أيضا يتحمل الانقلاب يعني كل تبعات هذه المشكلة. لكن لا نعم. يمكن الحديث على أنه ليس هناك دور للحكومة أمام إغلاق مطار عدن، يعني أمام مبيت طائرات شركة الخطوط اليمنية. الحكومة لديها مطارات، لديها سيئون، لديها عدن، لديها كما تفضلت حتى سقطرى، لماذا لا تبيت هذه الطائرات؟ لماذا؟ ما هي الجهود التي قامت بها الحكومة في سياق وزارة النقل تحديدا في سياق السماح لها بالبيات في عدن وهذه المطارات؟ تفضل. هو الوضع ما زال جديد يعني بالنسبة لل ستقوم الحكومة مثلها بدولة الدكتور أحمد عبيد بن زغر بالتفاهم مع الأخوة في التحالف العربي بضرورة بيات الطائرات وأعمال الصيانة في مطاراتنا، وأيضا رفع بعض القيود اللي موجودة على المطارات وكذلك الموانئ، لأنه في هناك شكاوي كثيرة من التجار وكثير من الموردين. نأمل أن تحل هذا المسألة ما بين الحكومة واخواننا في التحالف العربي. يعني دائما هذه القضيه الحكومه متبنيتها يعني بشكل، ولا تنسى انه المناطق المحرره خارجه من تحت حرب، يعني تم تجهيز مطارات، تم عمل كثير من القضايا. طيب هذا الى اي مدى سيؤثر على مساله استعاده مؤسسات الدوله، بما ان يعني في نهايه المطاف عندما نتحدث عن مطارات لا تملك الحكومه سياده عليها في نهايه المطاف؟ هذه مسألة فيصلية وأساسية. مطارئنا مطاراتنا ومنافذنا وموانئنا هي تعتبر واجهة السيادة، يعني صعب أنه التخلي عنها، أو كحكومة لا نكون أيضا مسيطرين عليها ومسؤولية. كان في البداية عملية ظروف استثنائية في الحرب وأخواننا ساعدونا، لكن فيما بعد صعب، لابد أنه أيضا الحكومة تكون بدورها في مسألة الأمن. إذا كان لدي حلف أنا هناك عاجز في مسألة الأمن والوضع ما زال في حرب، هذه يعني نتفهمها، لكن مسائل أنه لابد تكون الحكومة متواجدة، وهي متواجدة في كثير يعني تقوم بعملها الرئيسي في المطارات والموانئ. وأيضا لا نقبل أنه تصبح أنه هناك الحكومة مغيبة عن هذه المؤسسات الحيوية. طيب أرجو أن تتفضل مرة أخرى بالبقاء معنا سيد ناصر. بالعودة إليك أستاذ هاني القرشي، يعني وزير النقل الآن في الحكومة الشرعية هو معنا، ما هي رسالة الخطوط الجوية اليمنية للحكومة ومن ثم للتحالف أيضا؟ رسالة الخطوط اليمنية وقيادتها إلى الخطوط اليمنية ممثلة أحمد بن طارق، وكذلك وزارة النقل والمحمد ترى المدني والإقتصاد، بأن يقفوا بجانب الناقل الوحيد في الجمهورية اليمنية، وكذلك الناقل الوحيد الذي ينقل الركاب إلى اليمن وإلى خارج اليمن. نطالب الحكومة بأن تعمل على مساعدة الشركة بأن تقوم الطائرات تكون تبيد مطار عدن حتى تخفف التكاليف الباهظة على الشركة، وكذلك بوجود كوادر مؤهله جدا من المهندسين في الصيانه والهندسه حتى يقوموا باعمال الصيانه الدوريه للطائرات والمحركات في بلدنا في مطار عدن، وهذا ايضا يخفف من تكاليف جدا باهظه، لانه حاليا اعمال الصيانه تقام في القاهره او في الاردن، وهذا يرفع من مستوى التكاليف التي بدورها تعكس على وضع الشركة والالتزامات التي لابد أن تدفعها للغير. طالب مجددا أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار حتى نستطيع المعين الراكب اليمني ليسافر بأقل التكاليف، وأيضا الشركة تستطيع رفض أسطولها
لتلبيه الاحتياج المتواصل من الركاب الذين يريدون ان يذهبون خارج اليمن او ياتون الى اليمن. بالعوده اليك سيد ناصر، عوده اخيره، يعني في ظل هذا الوضع، الى متى تتوقع ان يستمر الامر وتستمر الطائرات في الصيانه؟ يعني كما يتحدث الاستاذ هشام هاني الان، صيانه الطائرات في الخارج وايضا بياتها في الخارج، الى متى سيستمر هذا الامر برايك؟ اعتقد يعني سيتوقف الامر هذا على التفاهمات باذن الله بين دول رئيس الوزراء والاخوه في التحالف ان يتفهموا ذلك عاجلا، وما تتحمله الخطوط الجويه اليمنيه الشركه الرائده الذي بذلت كل الجهد العظيم في عمليه السفر من والى اليمن في هذه الظروف الصعبه التي مرت بها البلاد، واحنا في وزاره النقل سنتحمل مسؤولياتنا وسنتابع هذا الموضوع اولا باول، حتى يعني لابد من زيادة عدد الرحلات وأيضا فتح المجال الجوي للطيران الإقليمي والدولي للمطارات الأخرى منها الغيضة منها الريان منها سقطرة، بحيث أن تصبح عملية سلسة، لأن المواطن اليمني يعاني معاناة كبيرة. ونحن نشكر كل جهود الخطوط الجوية اليمنية التي تبذلها في هذه الظروف، سنكون سند لها كمؤسسة عريقة تقوم بواجبات يعني في ظروف صعبة، وأنا أمل من أخواننا في التحالف أنه يقدروا هذه الظروف اللي تمر بها البلاد. نعم. من القاهرة نائب وزير النقل ناصر شليف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. بالعودة إليك أستاذ هاني، المسألة يعني المعاناة بالنسبة لليمنيين تتكرر، ما هي الحلول التي لدى الشركة لمحاولة تخفيف الأعباء على المواطنين باعتبارهم هم المتضررون الأخيرون في مسألة يعني أي تكلفة إضافية تتحملها الشركة؟ دكتور الأستاذ نصر شريف نائب الشركة العالمية المسؤولية تجاه الشركة وتجاهه كنائب وزير للنقل، ونعد نائب الوزير بأننا سنظل أنقياء العملاء والركاب وبالمقابل ايضا اكرر دعمهم ومساندتهم يجدوا ان يقوموا بالتواصل مع المختصين والجهات المختصه للتسجيل اليمنيه حتى نحاول ان نخفف على الراكب اليمني، ومن خلال وزاره التكاليف البارده التي تتكلفها الشركه خارج البلد، في حين لو كانت الطائرات تجد داخل اليمن سنحتفظ بميزان الطائله، وكذلك اذا قامت الهندسي بصيانة الطائرات داخل المطار عدن كذلك، لانه يوجد قضيه صيانه وسيقوم الاعداد لها، فبالتالي هذا كله سينعكس بشكل ايجابي على خدمتنا امام الراكب، وسنقدم تسديدات كثيره خطوط اخرى، سنقوم ايضا التقييم العالي لمجموعة الطائرات أننا نستطيع تلبية الطلب المتجاوز على الرحلات، وبهذا نكون استطعنا أن نحقق الإشباع الذاتي للركاب بمختلف توجهات. طيب، في سياق أن الطيران اليمني هو الناقل الوحيد، هل هذه المسألة جيدة بالنسبة لكم أم أن الأمر يحمل يعني يسبب لكم أتعابا أكثر ومسؤولية أكبر؟ لا بالعكس، هذا يسبب لنا اتعاب كثيره، لانه اذا فتح المجال امام الطيران الاخر العربي والسوري والامريكي، فتحت المطارات امامهم في حجاري في سجون، وكذلك نتمنى من التعارف ان يضاعف اعداد الرحلات داخل اليمن، لانه بكل صراحه كنا في السابق كانت اليمنيه تقوم باقامه 14 الى 20 رحله يوميا، نحن اليوم لمطار عدن نقوم فقط برحلتين بالكثير اليوم، ومطار تنين رحله يعني ثلاث رحلات بمالي 20 رحله في اليوم، تخيلوا كانت هذه حتى الرحلات هذه بوجود شركات اجنبيه وعربيه تصل الى اليمن، ما بالك يعني تخيلوا مقدار الضغط والحالة في الشركه بوجود هذه الظروف الصعبه والحالكه، ولكن نتمنى من الحكومه ومن التعارف فتح الحظر على المطارات
وايضا فتح افتاح المجال للشركات الاجنبيه العربيه بحيث يخففوا عنا العمله الثقيل، ونحن سنظل بعهدنا نحاول تقديم الخدمه الراقيه للراتب اليمني والعربي والاجنبي. اشكرك هاني القرشي مسؤول الشحن في الخطوط الجويه اليمنيه، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. كما هو شكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات في ختام هذه الحلقه، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، الى اللقاء.